الخير يا حميم يا أمير سحسور. هلو، يعني قد ما كنت أنا متحمسة كتير عن جد ومبسوطة، بس للأسف أنا دائما بقول الخيرة بما اختاره الله، يعني خلص ما أنا نصيب. الموضوع مش من عنا أنا وهي، الموضوع من التصاريح. زي ما بتعرف إنه التصاريح بتاخد وقت، وحتى لو كانوا مقدمينهم من قبل من زمان، بس لا، الموافقات هي يعني التصاريح بدها وقت. للأسف إنه اليوم الوركشوب ووعدوهم إنه التصاريح تطلع بكرة، فما رح يزبط أكيد. وأنا بنفس الوقت يعني بدي أعتذر لكل المتابعين من فلسطين، بس عن جد الموضوع مش من إيدي، يعني مش بإيدي. لو بإيدي أنتوا بتعرفوا أنا من بارح من فلسطين، بس أنتوا عارفين وأنتوا أكيد عارفين موضوع التصريح كيف عندكم. يعني الموضوع مش من عنا، لو الموضوع أنه بس أنا وهي ناخد جوازاتنا وننزل على فلسطين، كان يعني تلاقونا من مبارح موجودين عندكم لحتى نلاقيكم ونشوفكم. أنا نزلت قبل، بس هي يمكن شوي زعلانة لأنها أول مرة بتنزل، بس معلش إن شاء الله خير، إن شاء الله الأيام جاي. هذا بإيد رب العالمين إن شاء الله. أنا بوعدكم، بوعدكم إن شاء الله إنه بعد العيد إني أنزل إن شاء الله بإذن الله تعالى. بس مواضيع التصريح تفاجأنا فيها، مع إنه أصحاب الإيفنت مقدمين من زمان التصريح، بس للأسف خلص هيك رب العالمين رايد. بدي أعتذر عن جد لكل الناس اللي كانت تستنى. لطيف يعني بقول عين عين، بسم الله بسم الله بسم الله، قد ما في ناس على هالصفرة والله العظيم. بس الحمد لله رب العالمين. ما تزعلي حبايب قلبي، كتير ناس عم تبعت لي من هلا قاعدين الوركشوب كتير. حبايبي أنا، أنتوا لا تزعلوا، أنتوا أنا والله كتير زعلانة، بس إنه خلص أنا بقول دائما الحمد لله على كل شيء بيصير. وأنا يعني موضوع مش بإيدي أبدا، موضوع من عندكم، من التصاريح ومن البروسيس اللي بياخدوها بالتصاريح. بس الحمد لله رب العالمين. وما تزعلوا يا حبايب قلبي، كتير بنوتات عم بعتولي إنهم زعلانين وكانوا يستنونا، بس الحمد لله رب العالمين. I love you. كم يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا ما رح تغيب عن بالي، يعني رح تضلها في بالي. وبإذن الله بركيك بعد رمضان أو شيء، إلا ما أنزل وأشوفكم وهيك ننبسط كل يوم. يعني حتى لو ما كان في إيفنت، ما كان في أي شيء، حننزل أنا وهي هيك بس نلاقي الناس جد اللي عن جد كانت تستنانا وبدها تشوفنا. عن جد يعني لو ما كان في أي شيء بس رح ننزل.